تواصل وزارة الأشغال العامة خطة صيانة الطرق في محافظات البلاد وتسريع وتيرة العمل لإصلاحها بهدف رفع كفاءة البنية التحتية وشبكة الطرق. وباشرت فرق وزارة الأشغال إصلاح الطرق المتضررة في محافظة الأحمدي وعمليات الصيانة المستمرة. وللمزيد من التفاصيل ننتقل الآن إلى محافظة الأحمدي، حيث مراسلنا من هناك مراسل تلفزيون دولة الكويت الزميل فهد التركي. فهد، بعد التحية، إلى أين وصلت نسب إنجاز عمليات صيانة الطرق التي تنفذها فرق وزارة الأشغال؟ رضا، مساء الخير، تحية لكم والمشاهدي تلفزيوني دولة الكويت. فعلا الجهود الحكومية تتجلى بأبهى صورة لها في كل محافظات دولة الكويت من خلال فرق الصيانة في وزارة الأشغال العامة، والتي تعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة في سبيل صيانة الطرق في كافة محافظات البلاد وإغلاق الحفر العميقة والخطيرة والمتوسطة، تحقيقا لأمان الطريق وتحقيقا أيضا للسلامة المرورية. اليوم محطة جديدة من محطات وزارة الأشغال من خلال محافظة الأحمدي، تحديدا في الطريق المؤدي إلى ميناء الأحمدي، إذ باشرت فرق الصيانة في محافظة الأحمدي بصيانة هذا الطريق المهم المؤدي إلى ميناء الأحمدي وهذه المنطقة الحيوية من خلال إغلاق الحفر العميقة والمتوسطة في هذا الطريق المهم. للحديث أكثر بشأن جهود فرق الصيانة في محافظة الأحمدي في صيانة كافة الطرق الرئيسية والرئيسية الداخلية في كافة المناطق التابعة لمحافظة الأحمدي، يسعدنا بأن نلتقي بالمهندس هايف رجا العازمي من هندسة الصيانة في محافظة الأحمدي. مساء الخير مهندس هايف، يعني جهودكم تشكرون يعني عليها في كل محافظات البلاد، تلبية لتوجيهات مجلس الوزراء في جانب وتوجيهات وزير الأشغال العامة دكتور أماني بقماس في الجانب الآخر. واليوم نحن في محافظة الأحمدي محطة جديدة وخاصة في هذا الطريق الحيوي، ماذا نقول بشأن أعمال الصيانة في محافظات الكويت وأين وصلت وخاصة في محافظة الأحمدي؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حياك الله أخوي فهد. وأعمال اليوم هي امتدادا لتوصيات معالي وزيرة الأشغال العامة الدكتور أماني بقماز بتسكير جميع الحفر العميقة والمتوسطة في جميع محافظة الكويت. تحديدا ماذا يجري في خلفنا في هذا الطريق الحيوي والمهم المؤدي إلى ميناء الأحمدي؟ حاليا عندنا معالجتين متوسطة قاعد نسكرهم لسلامة مرتادي الطريق وسلامة ممتلكاتهم، يعني قاعد نسكرها حرصا على الوزارة أن يكون الطريق آمن وسليم لمرتادي الطريق. نعم، ما نوعية يعني الأضرار والمعالجات التي تقومون بها في مناطق وطرق محافظة الأحمدي؟ المعالجات عندنا ثلاث معالجات، معالجة عميقة، معالجة متوسطة، معالجة بسيطة. طبعا احنا نشتغل على المعالجات العميقة والمتوسطة. العميقة هي استبدال الترابية، تكون لابد ان نستبدل الترابية، اما المتوسطة تكون استبدال طبقة الاسفلت. معالجة اليوم؟ معالجة اليوم متوسطة. نعم. استبدال طبقة الاسفلت بس. ما الكلمة يعني التي توجه لكافة الكوادر يعني الوطنية التي تعمل ليلا ونهارا في سبيل صيانة الطرق في كل محافظات الكويت؟ والله جزاهم الله خير وما قصروا، طبعا يعملون على قدم وساق لإنجاز جميع الأعمال بقصارى جهدهم وبأسرع وقت وعلى أكمل وجه إن شاء الله، ما قصروا وشاكرين لجهودهم جميعا. طبعا كلمتك الأخيرة لمرتادي الطرق في محافظة الأحمدي. مرتادي الطرق يسمحون على الازعاج، وثاني شيء لما يشوفون موقع قدامهم خاصة تكون فيه اعمال نتمنى يكون يعني ينتبهون شويه ويخففون السرعة، بس لا اكثر ولا اقل. هم طبعا مرتادي الطرق ناس واعية ان شاء الله، بس توصية بس لا اكثر ولا اقل. حياك كل الشكر والتقدير للمهندس هايف رجاء العازمي من هندسة الصيانة في محافظة الأحمدي، والشكر موصول لكل الجهود التي تبذل من أجل صيانة
طرق الكويت في كافة المحافظات، وإن شاء الله في القريب يعني العاجل ستشهد كافة محافظات البلاد طرق سليمة وآمنة مروريا. نعم رضا، هذا كل ما لدينا من محافظة الأحمدي. نعود إليكم واستديو الأخبار. نعم، كل الشكر إلى الزميل فهد التركي مراسلنا من محافظة الأحمدي، وكذلك الشكر إلى ضيفك الكريم. وللتنويه أيضا، من مرتادي الطرق الانتباه لفرق وزارة الأشغال المتواجدة حاليا في عدة مواقع في البلاد لاستكمال عمليات الترميم والإصلاح. شكرا جزيلا لك فهد.